أهلا بكم عمر. إذن بالنهاية يبدو أمل يلوح بالأفق وأخبار طيبة، الإصابة صفر بنهاية يونيو، ماذا عن هذا الأمر؟ يعني هذا ما تكهن به يعني أحد الأطباء، ولكن إلى الآن على الأرض الإصابات يعني مستمرة، الأعداد تتزايد. يوم أمس كانت أكثر من اليومين السابقين. الحكومة يعني تقول أنها تسير في خطة واضحة، ولكن الملموس على الأرض هو غير هذه التوقعات. في الموضوع الآخر، موضوع أيضا يعني أو الزاوية الأخرى لهذا الموضوع، وهي التوجه إلى تخفيف آخر في إجراءات الإغلاق وفق خطة أو خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني، فإنه من المقرر أن تعود المدارس إلى العمل بدءا من الأول من يونيو المقبل. ولكن واضح أن هناك الآن معظم المملكة المتحدة لن تلتزم بهذا القرار. إذا ما استبعدنا الحديث عن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز باعتبارها دول من الأساس رفضت خطة بوريس جونسون، فإن إنجلترا أيضا الآن نتحدث عن ما يقرب الثلثين، ثلثي المجالس البلدية في إنجلترا هي ترفض عودة المدارس في الأول من الشهر المقبل، أي بعد 10 أيام تقريبا من الآن، وتقول أن شروط السلامة غير متوفرة حاليا. هذا الموقف أيضا تناغم مع موقف نقابة المعلمين التي قالت أنها تريد رؤية الطلاب والمدرسين يعودون إلى مقاعد الدراسة، ولكن هي تريد ذلك في ظل ظروف آمنة، وهذه الظروف غير موجودة حاليا. بعد المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء التي كانت قبل قليل، ربما هذه كلها ضغوطات تزيد على أو تزيد من تراجع الحكومة البريطانية عن خطتها، وهذا كان واضحا في بعض التصريحات. نحن ننتظر الخطاب المقبل لرئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لأنه مطلوب من رئيس الوزراء كل 3 أسابيع أن يخرج بخطاب يوضح فيه إجراءات التخفيف أو البقاء من العزل على وضعه القائم. فننتظر ما سيقوله رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، ربما يبقي الوضع على ما هو عليه.